فيروس كورونا المستجد. عرفته منظمة الصحة العالمية إنه نوع من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، بتبدأ بدور برد عادي وبتوصل لأمراض خطيرة زي الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، والحد دلوقتي ملوش علاج صريح. أهم أعراضه الحمى والإرهاق والكحة واحتقان الأنف والرشح والتهاب الحلق والإسهال. فيروس كورونا أصاب عشرات الآلاف من الناس في كتير من دول العالم. طرق انتقال الفيروس: بيتنقل الفيروس عن طريق رذاذ الأنف أو الفم للشخص المصاب، ولما بنتعامل مع شخص مصاب بالفيروس أو لما بنلمس أماكن أو أشياء جه عليها الرذاذ ده، أو لما نقرب من حيوانات مصابة بالفيروس، ولما بنستخدم أدوات المريض وبعدها نلمس الأنف أو الفم. وعشان كده في كام نصيحة مهمة تحمينا من المرض، وهما: تنظيف الإيد وغسلها بالمية والصابون باستمرار، وحاول بقدر الإمكان تستعمل المطهرات. لما تكح أو تعطس استخدم منديل ورقي وتخلص من المنديل بعدها فورا واغسل إيدك. ولو مش معاك منديل، منظمة الصحة العالمية بتنصحك تغطي الأنف والفم بمرفقك المثني. ما تقربش من حد مصاب بالحمى أو الكحة وابعد عنه متر على الأقل، واطبخ الأكل كويس خصوصا اللحوم. لو حسيت بأي أعراض بالحمى أو الكحة أو صعوبة التنفس، زور أقرب مستشفى بسرعة. كمان في كام معلومة لازم نأكد عليهم: مجففات الإيد مش فعالة في القضاء على الفيروس لوحدها، لازم تنظف إيدك وتغسلها كويس جدا وبعدين تستخدم المجففات. ما ينفعش تستخدم الكمامات أكتر من مرة، ولما تيجي ترميها ما تمسكهاش من قدام. رش الجسم بالكحول أو الكلور مش بيساعد في القضاء على الفيروس، ده بالعكس ممكن يضر ملابسك أو الأغشية المخاطية زي العينين والفم. الحيوانات الأليفة في البيت ممكن تنشر الفيروس، وعشان كده اغسل إيدك كويس جدا بالمية والصابون بعد ما تتعامل معاهم. والثوم ما بيمنعش الإصابة بالفيروس. فيروس كورونا بيصيب كل الفئات العمرية خصوصا كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية زي الربو وداء السكري وأمراض القلب. المضادات الحيوية مش فعالة في الوقاية من الفيروس، هي بس بتقضي على الجراثيم مش الفيروسات. لو عايز تعرف معلومات أكثر كلم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، وما تنساش تزور الموقع الخاص للتوعية ضد الكورونا www.care.gov.eg.